Saya mau tahu apakah saya bisa menikah sama dia atau tidak. Jin itu akan membunuh Nisa dalam 5 malam. Mereka semua akan mati. فيلم سجين هو واحد من أخطر الأفلام على وجه الأرض. مشاهدتك ليه هي لعنة هتحل عليك وعلى أهل بيتك بسبب التعويذات الحقيقية الموجودة فيه، واللي هتحول حياتك أنت وأهلك وأي حد اتفرج عليه لجحيم. بل إن حتى بمجرد ما تشغل الفيلم ده في بيتك وإنت مش قاعد قدامه، قادر إنه يحول منزلك الجميل لفحم أو تشوف في عينيك الجن بيحاوط كل حتة في بيتك، فتجربتك أو فضولك في بعض الأحيان بيكون قاتل. وأنا موجود هنا يا عزيزي عشان أحذرك من اللي هيحصل قبل ما يحصل، وده لأن اللي بيحصل في الوقت الحالي حصل قبل كده وتكرر قبل كده بالحرف الواحد. الفيلم قاعد ينتشر في كل مكان وبيتعمل له دعاية مرعبة. التاريخ بيعيد نفسه، وكل الكلام اللي أنا قلته دلوقتي واللي هقوله لك دلوقتي حقيقي بنسبة 100% بدون أي مبالغة، لأن اللي حصل وبيحصل ده اتكرر بالحرف الواحد في الفيلم المصري عادل ينتقم. قبل ما ندخل في تفاصيل وقصة الفيلم الحقيقية، خليني أحكي لك سريعا كده عن قصة الفيلم المصري عادل ينتقم. مخرج الفيلم ده هو ياسين إسماعيل ياسين، حب يعمل فكرة فيلم مختلفة، فيلم رعب عادي بصحرة حقيقيين عشان كل حاجة تتعمل باحترافية شديدة وزي ما بيحصل في الواقع بالظبط. كان أشهر الصحرة دول ساحر خبيث اللي دمر بيوت وخرب بيوت ناس كتيرة، وهو السيد الحسيني الفلكي. الاتفاق بين المخرج والساحر كان على مشهد واحد بس في الفيلم. الفيلم اللي بتحكي قصته عن واحد راح يسكن في بيت جديد، لكن البيت كان فيه روح طفل اتقتل من فترة في البيت، ومن المفترض ان الساحر هيقول طلاسم اللي هيخرج بيها روح الطفل من البيت، وده يا عزيزي كله هيتم عن طريق السحر الاسود. واكيد انت تعرف او ما تعرفش ان السحر الاسود يعتبر واحد من اخطر الاسحار في العالم، خصوصا تعويذة كده تدعى التعويذة البرهاتية. التعويذة البرهاتية دي عبارة عن تعويذة بتتكون من 28 اسم من اسماء الله الحسنى، ولكن الاسماء دي بتتقال بلغة معينة يعرفها الجن كويس جدا، وعدد من البشر موجودين على كوكب الارض بيقدروا ان هم يقولوا التعويذة دي بالطريقة الصحيحة بتاعتها بنسبة 100%. مجرد ما بتتقال التعويذة دي في مكان، ايا كان نوع او قوة الجان الموجود في المكان ده، بيخضع الجن وبيستجيب لأوامر الساحر. اللي حصل بقى هو ان الساحر في المشهد ده خدع المشاهدين والمخرج والعالم كله، وقال التعويذة البرهاتية فعلا بالشكل الصحيح وتصور الفيلم، وبدأ عرضه للمرة الأولى في إحدى السينمات في وسط البلد. الجمهور قاعد بيتفرج على الفيلم في اللحظة دي والأمور تمام، ولكن تيجي بقى اللقطة اللي هتخلد اسم الفيلم في التاريخ للأبد وتخليه الفيلم الأبشع في العالم، وهي لقطة التعويذة الحقيقية. تتقال التعويذة في السينما وتحل اللعنة على كل شخص حضر الفيلم، وبيتقال كمان ان كل اللي كانوا موجودين في السينما ساعتها واتفرجوا على الفيلم ده اصابهم مس شيطاني. والمرعب بقى ان في نفس الوقت اللي بتحصل فيه الاحداث دي حصل حريق ضخم جدا في السينما، السينما ولعت بالكامل. وفي الوقت ده كانت مصيبة اكبر بتحصل، وهي ان الشرايط بتاعت الفيلم دي بتتباع وبتتوزع في كل مكان، وكل شخص اشترى شريط من الفيلم ده اصيب بمس شيطاني او حلت على حياته لعنة غريبة او حصل له اي حاجة ملهاش اي تفسير منطقي، زي ان منازل الاشخاص دي بقت مسكونة بالجن، وبدأ الجن بعمل اشياء غريبة زي انه هجرهم من بيوتهم وغيرها من الظواهر المرعبة. التاريخ بقى في الوقت الحالي يا عزيزي بيعيد نفسه، وفيلم سجين اللي الكل متحمس ليه دلوقتي واحد من اخطر الافلام اللي موجودة في العالم. كلمة سجين اصلا هي كلمة اصلها
جاي من القرآن الكريم، والمعنى بتاعها هو سجن صغير ضيق. كمان هو مصطلح قرآني بيشير إلى مكان يذهب إليه الفجار بعد موتهم. وسجين حسب قول بعض المفسرين هي الأرض السابعة السفلية. يا ترى بقى إيه قصة الفيلم وقصة المشاهد اللي ممنوع تشوفها في أي حالة من الأحوال؟ قصة الفيلم بتحكي عن بنت كانت بتحب ابن عمها، لكن ابن عمها كان متجوز وبيحب مراته جدا، وكانوا عايشين حياة زوجية سعيدة جدا جدا، وكان عندهم أبناء. البنت دي فضلت تحاول تخلي ابن عمها يحبها بكل الطرق، لكنها فشلت وما بقاش قدامها أي طريق ولا حل غير طريق السحر والشرك بالله. راحت فعلا لساحر وطلبت منه أنه يعمل لها سحر، وهو أن ابن عمها يحبها أو تخلص من مراته. طلب منها الساحر بعض المتطلبات وبدأ بالفعل يعمل السحر. بعد ما لبت البنت كل المتطلبات دي، نتيجة السحر كانت غير متوقعة تماما، واللعنة ما حلتش بس على ابن عمها ومراته، بل اللعنة حلت على الجميع. وهنا بقى كانت بداية الأحداث المرعبة. ولما نقول بقى أحداث مرعبة فهي فعلا أحداث مرعبة، وأنا بقى لما أقول لك الأحداث مرعبة فهي مرعبة فعلا، لأن اللي هتشوفه في اللحظة دي أيا كان سنك وأيا كانت قوتك وقدرة تحملك مستحيل تتخطاه بسهولة مهما حصل. اللعنة تسببت في موت الشخص وزوجته وأولاده والبنت اللي راحت تعمل التعويذة والمخرج والمشاهدين وكل اللي في الفيلم. والحد دلوقتي ممكن تبقى شايف الموضوع عادي وتقول لي عادي يا بتاع الحواديت، إيه اللي حصل؟ أفلام كتير جدا بنشوف فيها مشاهد مرعبة أكتر من اللي انت تحكيها. الغريب بقى والملفت في الفيلم ده اللي يخليك تحذر الناس منه هو ان الفيلم اللي احنا بنبالغ في احداثه ده اتعمل منه 6 أجزاء قبل كده، ومحدش اتلبس او اتمس او غيره. بس انا عايز اقول لك بقى ان فيلم سجين النسخة الجديدة دي بقى مختلف تماما كل الاختلاف عن النسخة التركية اللي انت متعود تتفرج عليها، والاحداث والتفاصيل اللي هنتكلم عنها مختلفة تماما عن اي فيلم رعب شفته في حياتك. في الأجزاء السابقة كان إنتاج الفيلم معتمد على القصة اللي بتحكي عن شخصية بتتعرض لأي مشكلة في حياتها، سواء مشاكل مادية أو اجتماعية، وبتلجأ لحل المشكلة للدجالين أو السحرة اللي بيستخدموا السحر في علاج المشكلة. وبيكون الرعب في الأجزاء دي في المؤثرات الصوتية اللي بيتم استخدامها أو المشاهد المرئية. أما النسخة الجديدة بقى فهي نسخة أندونيسية اتعملت بحبكة وبطريقة واقعية جدا، واقعية لدرجة تثير الشك والرعب. وانت بتتفرج على الفيلم هتيجي مشاهد بيتم معالجة أشخاص الجن بيسكن أجسادهم. في المشاهد دي في شيوخ وناس كتيرة بتقرأ قرآن وبيتم استخدامه بشكل حقيقي فعلا في العلاج زي ما بيحصل في أرض الواقع بالظبط. كمان الفيلم بيوضح لك طريقة عمل السحر الأسود بالتفصيل، بتعرف في الفيلم ايه اللي بيتم عمله وايه الحيوانات اللي بيتم التضحية بيها من أجل إكمال السحر ده، والخطوات والجمل اللي بتتقال في الفيلم بالفعل حقيقية. وقبل ما تقول انت كده مش بتمنعني من المشاهدة، انت كده بتحمسني اني اشوفه، استعيذ بالله من الشيطان وتعالى اقولك الوضع قد ايه خطير. التعويذات والطرق اللي هتشوفها وتسمعها الواقعية جدا خطيرة جدا جدا، وكمان ليها اثر وتأثير مرعب. اولا اللي حصل في الفيلم المصري عاد لينتقم ممكن يتكرر للمرة التانية. هو فعلا احنا ما سمعناش لحد دلوقتي عن اي ضحايا للفيلم، لان الحاجات دي بتاخد وقت او المس الشيطاني بيتأخر عقبال ما الناس ما تكتشفه. المتوقع بقى الفترة الجاية اننا نسمع عن عدد كبير وعن قصص من الحالات دي، ومش بعيد ابدا انك لو اتفرجت عليه ان الجن يلبسك. الطلاسم الحقيقية او الجمل الموجودة في الفيلم ده مدى خطورتها مجهول لحد دلوقتي، خصوصا ان احيانا بنسمع عن القصص دي متأخر او مش بنكتشف الا بعد فوات الاوان. ولو قررت خلاص ان انت هتتفرج على الفيلم ومستبيع ومش باقي على الدنيا ولا اللي فيها، احسن لك انك تتفرج على الفيلم ده بعيد عن بيتك، ابعد خالص عن البيت واتفرج في اي مكان تاني. وده صحيح مش هيمنع ان اي حاجة تحصل لك، لكن مش هتضر حد من اللي عايشين معاك في البيت. بلاش خالص تتفرج عليه في البيت او مكان نومك، لانك هتستحضر الجن والارواح الشريرة.
في بيتك ومكان نومة. هم صحيح كده كده موجودين معانا وحوالينا في كل مكان دلوقتي وممكن يأذونا في أي وقت، لكن انت كده بتساعد ان الموضوع يحصل اكتر واكتر، ومش بتأذي نفسك وبس، انت بتأذي اهلك وكل الناس اللي حواليك في نفس البيت. من الافضل ليك ولينا انك تتجنب الفيلم ده تماما وبلاش تتفرج عليه خالص. انت دلوقتي عرفت القصة وعرفت الوضع لأي مدى خطير. بعض الناس بتتكلم وبتقول ان مشاهدة الفيلم اصلا حرام، وده لان مشاهد السحر دي لما بتتعمل بتعتبر شرك بالله، وانت لما بتتفرج فانت بتساهم في ايرادات الفيلم وبتساهم في ان الفيلم ينتشر اكتر واكتر. ولكن بصراحة والله اعلم الموضوع ده حرام ولا لأ، فاحنا هنسيب الدين لأهل الدين. وهحذرك للمرة الأخيرة، بلاش تتفرج على الفيلم ده لأن فيه تعويذات وطلاسم حقيقية. في نقطة وجزئية مهمة لازم ألفت نظرك ليها، وهي بقى إيه؟ ما سألتش نفسك ليه النوعية من الأفلام اللي بتستخدم السحر الأسود وغيرها من أنواع السحر والطلاسم والتعويذات بدأت تنتشر في الوطن العربي؟ ليه السحر والاستعانة بالجن والشرك بيتم الترويج ليهم بالصورة المتوحشة دي عن طريق مشاهد وجمل بتسيطر على عقلك الباطن من غير ما تحس؟ زي طبعا فيلم سجين، ليه بيتم استخدام القرآن فيه بطريقة معكوسة وتوضيح للناس طرق السحر والتعمق فيها؟ هسيبك تفكر مع نفسك وتركز لحد ما تلاقي إجابة السؤال ده وتقولي عليها تحت في الكومنتات. والحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم دايما بخير وليكم كل الحب. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu yakin dan percaya atas kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kamu ini udah bikin saya gila. Tapi saya gak bikin keluarga saya mati.